بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي. إذا نعود لهذا الكتاب، نأخذ صفحة رقم 88. إذا عندنا كما نرى في أعلى الصفحة ليغ إسيكزارسي أو مثلا كلمة شو، مثلا كلمة شو، لو شو، لو شو، لو بخني باغاف أول فقرة. Je retrouve et je lis la phrase du texte de la page 87. Je retrouve et je lis la phrase du texte de la page 87. Je retrouve يعني أنا أجد للمرة الثانية. لأن je trouve يعني أنا أجد. Je retrouve يعني أنا أجد مرة أخرى. هذا هو التي نضيفها لبعض الأفعال طبعا فيصبح عندنا فعل آخر. مثلا لو فيرب جواندر، لو فيرب جواندر يعني أنك تجمع شيئين. إذا نتكلم عن ماتخ دي شوز أنسامبل يعني أنك تضع أشياء كما نقول مجموعين أو في جماعة. دو فاسون كيل سو توش أو تيان أنسامبل، بحيث أن هذه الأشياء تلتقي يعني أنك تجمعهم يقيس بعضياتهم. دو فاسون كال سو توش، دو فاسون يعني بطريقة، كال سو توش يعني أنها تلتقي يعني أنها تتماس، أنه يقع بينها تماس. أو تيان أنسامبل أو أنها تؤخذ مجموعة. مثلا جوان دغليما، جوان دغليما يعني أنك تجمع يديك. ماتخ أون كومينيكاسيون يعني تقريبا عندها نفس المعنى. ماتخ أون كومينيكاسيون يعني أنك تضع في تواصل، المقصود أنك تجمع. طبعا هنا تنتكلم على فيرب ترانزيتيف يعني أنك أنت تجمع شيئا. طبعا ممكن أن لو فيرب جواندغ يأتي كون فيرب أون ترانزيتيف، ممكن أن هذا الفعل يأتي كما نقول بأنه غير متعدي. في هذه الحالة يعني سو توشي sont laissés d'interstices. Se toucher sont laissés d'interstices. نتكلم عن أشياء تتماس فيما بينها. sont laissés بدون أن تترك d'interstices، بدون أن تترك فرجة. نتكلم مثلا عن planche qui joint bien. planche qui joint bien. إذا نتكلم عن لوحات أنها تلتقي بشكل جيد، لا تترك فرجة بينها. بلانش كي جوان بيان. إذا نتكلم عن سو توشي سون لاسي دانتيرستيس. في هذه الحالة لو فيرب جوان دغ يعني سو توشي سون لاسي دانتيرستيس. عادة عندما نضيف هذا غو المقصود بأن الفعل يحدث للمرة الثانية. ممكن مثلا عندنا هنا أنه يعني أنك تجمع مرة أخرى. لكن هذا الفعل إذا نتكلم عن جوان دغ المقصود بها أنك تذهب في الالتحاق بمجموعة. rejoindre quelqu'un يعني أنك تنضم إليه. طبعا وممكن أن تعني كما رأينا مع فعل joindre يعني أنك تضم أشياء لبعضها. مثلا إذا أخذنا le verbe tourner، إذا نتكلم عن faire mouvoir autour d'un axe يعني أنك تدير شيئا، تجعله يدور حول محور. faire mouvoir autour d'un axe. إذا تورني quelque chose يعني أنك تدير شيئا. إذا تعريفها faire mouvoir يعني أنك تجعل حركة، أنك تعمل على حركة. autour d'un axe، تورني quelque chose يعني أنك تدير شيئا. تعريفها faire mouvoir يعني أنك تعمل على تحريك. faire mouvoir autour d'un axe يعني أنك تعمل على تحريك حول محورين. لاكس هو المحور. d'un centre autour d'un centre حول مركز. selon une courbe fermée حسب خط مغلق. إذا نتكلم عن tourner المقصود بها faire mouvoir autour d'un axe d'un centre selon une courbe fermée. selon une courbe fermée. طبعا لو فيرب تورني عندما نضيف له هذا غو ممكن انه يعني انك تعيد ادارة هذا الشيء، لكن ما درج عليه المعنى عندما نقول غو تورني
المقصود أنك تدير مرة أخرى هذا الشيء لكن في الاتجاه المعاكس. إذن retourner المقصود retourner en sens contraire à l'envers المقصود بالعكس. tourner en sens contraire يعني أنك تدير في الاتجاه المعاكس، تدير في المنحى المعاكس. le sens يعني المنحى، طبعا يعني أيضا المعنى. إذن tourner en sens contraire يعني أنك تدير في المنحى المقصود في الاتجاه المعاكس à l'envers. طبعا لماذا؟ لأن الاتجاه كما تنعرفو تيكون فيه منحيين، تيكون عندنا واحد الاتجاه مثلا شرق غرب، ولكن راه ممكن أن هذا الاتجاه شرق غرب يكون فيه منحيين، منحى من الشرق إلى الغرب أو منحى من الغرب إلى الشرق. إذا تنتكلمو على المنحى هو الذي نصطلع عليه في العامية بالاتجاه، لكن في الحقيقة الاتجاه له معنى آخر. مثلا نتكلم كما قلنا عن اتجاه شرق غرب، وهذا فيه منحيين، منحى من الشرق إلى الغرب ومنحى من الغرب إلى الشرق. مثلا اتجاه جنوب شمال، إذا نتكلم عن منحيين هنا أيضا، شمال جنوب أو جنوب شمال. إذا نتكلم هنا على السونس يعني ما نصطلع عليه نحن بالاتجاه. إذا توني اون سونس كونتخا يعني أنك تدير في المنحى المعاكس à l'envers المقصود بالعكس. نقول مثلا retourner en matelas يعني أنك تدير مرة أخرى en matelas يعني فراش، يعني كما نقول بالمغربية أنك تعود تدور المدربة، تعود تدور المدربة، أنك تعيد تدوير هاد المدربة هاد الفراش. عندما نقول أعيد تدوير هاد الفراش المقصود أنك تديره في الاتجاه الآخر المقصود المعاكس. ممكن أنه في واحد الحالة أخرى، ممكن أن هاد لو فيرب غوتوني في واحد الوضعية أخرى أنه يعني ما تخلى فاس انتيريور على اكستيريور، أنك تتكون حاط واحد الحاجة على واحد الجهة. ملي تقول لي عاود دور، ما معنى هذا؟ يعني أنك تدير الجهة الداخلة تديرها خارجة، يعني أنك تضع الجانب الداخلي تجعله خارجا. هذا هو المقصود بالنطق لا فاس انتيريور، يعني انك تضع الوجه الداخلي الاكستيريور يعني خارجا. طبعا لو فيرب غوتورني يعني المقصود باساسا انك تعيد تدوير، ولكن على حسب الوضعيه اللي تيتقال فيها الفعل. ممكن ان في وضعيه انه يعني انك تعيد تدوير شيئين المقصود انك تجعل داخله خارجا وخارجه داخلا. المقصود بمثلا هنا ما تخلى فاس انتيريور على اكستيريور. مثلا نقول غوتورني سي بوش، غوتورني سي بوش يعني انه يقلب مره اخرى ماذا؟ جيوبه. ما معنى هذا؟ عندما يقلب جيوبه يعني انه يخرج جيوبه من داخل لباسه خارجا. اذا هذا المقصود ب غوتورني سي بوش. ممكن ان لو فيرب غوتورني يعني الي اوليو دو لوني فوني، الي اوليو دو لوني فوني، دو لوني فوني نذهب الى مكان من حيث جئنا. اذا ممكن ان لو فيرب غوتورني يعني الي اوليو يعني اننا نذهب لمكان دو من حيث لوني فوني من حيث اتينا، او لوني habituellement يعني أننا نعود لمكان حيث نحن عادة، المقصود حيث نكون، حيث نكون موجودين فيه عادة. مثلا منزل إيكوناكيتي، إيكوناكيتي والذي تركناه. إذا نحن تنكون في واحد المكان عادة موجودين فيه، مثلا منزل أو مقهى أو مدرسة أو أي مكان آخر. طبعا نتركه عندما نقول نعتغنى يعني نحن ندور، المقصود به نرجع، أننا نرجع. كما نرجع يعني أننا نعود للمكان الذي كنا فيه. إذا ممكن أن الفيرب غوتورني يعني هذا المعنى لحساب الوضعية التي يقال فيها الفعل. مثلا غوتورني شي سوا، مثلا غوتورني شي سوا، غوتورني شي سوا أو بيان غوتورني دون سون بيي، غوتورني شي سوا المقصود بأنك تعود عندك. كما نقول بأنك تعود فتدور عندك، المقصود بأنك تعود إلى حيث تكون،
حيث منزلك. dans son pays. retourner dans son pays. retourner dans son pays. المقصود أنه يعود كما نقول هنا في بلده. المقصود أنه يعود إلى بلده. إذن عندما نقول retourner dans son pays فيدور في بلده. المقصود إلى بلده. المقصود هنا أنه يعود إلى بلده. أنه يرجع إلى بلده. طبعا لو فيرب تورني المقصود به من حيث الأصل إدارة شيء، أنك تدور شيئا، أنك تدور شيئا حول مركز أو حول محور، هذا في الأصل. لكن روتورني حسب الوضعية التي يقال فيها هذا الفعل ممكن أنه يعني معاني قريبة من هذا المعنى. إذن عندما نقول مثلا روتورني أما أطلق، إذا نتكلم عن تورني يعني أنك تدور شيئا، روتورني يعني أنك تعيد إدارة هذا الشيء. وفي هذه الحالة ممكن أنه يعني المعاني التي رأينا حسب الوضعيات التي يقال فيها هذا الفعل، بمعنى آخر حسب السياق العبارة. مثلا إذا أخذنا الفيرب لوفي، لوفي المقصود به أنك ترفع شيئا، فيغ موفواغ لوبا أونهو، لوبا أونهو يعني أنك تعمل على تحريك الأسفل إلى الأعلى. ما هو أسفل إلى الأعلى؟ المقصود أنك ترفع شيئا. لوفي أن فاردو أن بوا، لوفي أن فاردو يعني أنك ترفع ثقلا عن شخص، إذا ممكن أنه يأتي بمعنى مجازي. لوفي أن بوا يعني أنك ترفع ثقلا، يعني واحد ثقل تترفع. إذا لوفي أن فاردو يعني أنك ترفع ثقلا، المقصود بأنك تزيح ثقلا عن شخص. إذا واحد المشكل عن واحد السيد تترفع عليه هذا المشكل، المقصود بأنك رفعت عليه واحد الثقل، المقصود بأنك رفعت عنه هذا الثقل. لوفي أن فاردو، طبعا كلمة فاردو أنها تعني حمل الثقل. لوفي أن فاردو يعني أنك ترفع حملا، غالبا تأتي بالمعنى المجازي. لوفي أن بوا، لوفي أن بوا يعني أنك ترفع ثقلا، واحد الحاجة ثقيلة تترفعها. إذا نتكلم عن لوفي أن بوا، تنصرفوا هاد الأفعال، تنصرفوهم، غنصرفوهم في الحاضر، نصرفوهم في المستقبل، نصرفوهم في الماضي، طبعا فيتغير المعنى. أيضا ماتخ بليهو، ماتخ بليهو يعني أنك تجعله أو تضعه في الأعلى. مثلا لوفي لا ما، لوفي لا ما بوغ بخيطي سامو، لوفي لا ما بوغ بخيطي سامو يعني أنك ترفع اليد لتؤدي قسما، يعني باش تحلف، تهز يدك باش تحلف باش تقول الحقيقة. لوفي لا ما بوغ بخيطي سامو، ترفع اليد لتؤدي قسما. هنا طبعا كما قلنا أنك تصرف هذا الفعل، مثلا تقول جو لوف لا ما بوغ بخيطي سامو، أنا أرفع اليد لأؤدي قسما. إذن طبعا لو فيرب لوفي أنه يعني أنك ترفع، أنك ترفع شيئا إلى الأعلى. طبعا لو فيرب غولوفي يعني أنك تعيد رفع شيء، لكن ما يدرج عليه الكلام والعادة أن لو فيرب غولوفي ممكن أنه يعني معاني أخرى لكنها قريبة. مثلا ممكن أنه يعني غوناتخ دوبو، مثلا ممكن أنه يعني غوناتخ دوبو. عندما نقول غولوفي دي روين أنك ترفع مرة أخرى دمارا، إذن كمال نقول بأنك تزيح هذا الدمار. غولوفي دي روين أنك ترفع هذا الدمار، غولوفي دي روين. ممكن أن لغير غولوفي يعني غوماتخ أبون نيفو، غوماتخ أبون نيفو يعني أنك تجعل مرة أخرى في مرتبة أحسن، أون بون بوزيسيون، في مرتبة جيدة، في مكانة جيدة، سوكي أو بليبا يعني أنك تجعل في مرتبة جيدة الذي هو في الأسفل، سوكي أو بليبا الذي هو في أسفل مكان. سوكي ديكليني، ديكليني يميل أو ينحط، يميل أو ينحط. إذا لغير غولوفي كما نلاحظ المقصود به هنا غوماتخ أبون نيفو يعني أنك تجعل مرة أخرى في مستوى جيد، في مستوى جيد. لونيفو المقصود به
المستوى أو بيان أون بون بوزيسيون أو في وضعية جيدة أو مكانة جيدة. ما هو الشيء الذي تجعله في مكانة أو في مرتبة أو في مستوى جيد؟ سوكي أو بليبا، الذي كان في الأسفل أو بيان سوكي ديكليني، أو أنك تجعل في مرتبة جيدة أو في مستوى جيد الشيء الذي انحط أو أنه نزل أو أنه مال مثلا للأسفل. إذن أنت تعيد إقامته. إذن نتكلم على غلغ. طبعا كما نلاحظ بأن الأفعال مثل هذه الفرق بينها يكون هو هذا مثلا لو فيرب تروفي، المقصود بأنك تجد، روتروفي أنك تعيد إيجاد، أنك تعود فتوجد مرة أخرى، هذا هو في الأصل. لكن هذه الأفعال طبعا كما لاحظنا الأمثلة ممكن أن حسب وضعية معينة أنها تعني معاني قريبة من هذا. Je retrouve et je lis la phrase du texte de la page 87. أنا أعود فأجد et je lis la phrase. ثم أقرأ الجملة du texte de la page 87. ثم أقرأ الجملة لنص الصفحة رقم 87. إذن طبعا عندنا ثلاثة جمل هنا تخوى فخاز، ثم سنبحث عن أي هذه الجمل يوجد في النص الموجود بالصفحة رقم 87. هنا بخميامو الأسواف، إذن عندنا في بداية الأسواف كما نقول هنا عنده عطش الأسواف، عندنا لفان أفوا الأ، طبعا نقول جي تيا إلأ الأ الأسواف كما نقول عندها عطش، طبعا صواف المقصود بالعطش. البوا بوكو دولي، هي تشرب الكثير من الحليب. الأسواف البوا بوكو دولي، هي تشرب الكثير من الحليب. دوزيامو الأسواف، ثانيا هي عطشانة، إذن كما نقول عندها عطش. البوا بوكو دو البوا بوكو دو البوا بوكو دو، هي تشرب الكثير من الماء. إنفا الأسواف، وفي النهاية هي عندها عطش. البوا بوكو دو كافي البوا بوكو دو كافي، هي تشرب الكثير من القهوة. البوا بوكو دو كافي، هي تشرب الكثير من القهوة. إذن ما هو الصواب؟ طبعا نعود نوبخونو لو تيكس دو لاباج 87 et nous allons voir laquelle de ces trois phrases est comprise dans ce texte. Idem, nous reprenons le texte de la page 87 et nous cherchons laquelle de ces trois phrases est comprise dans ce texte. Idem, c'est Naoud et la Nas, à ce sujet-là, c'est Baou Tamanoum, tout le monde s'en a bhat en aïe hadi il jumel, nous t'adamment fi hada en Nas. Voilà le texte de la page 87, la tortue gagne enfin la course. Elle saute de joie. La tortue gagne enfin la course. As-sulahfatu fi an-nihaya tafouz bis-sibaq. Elle saute de joie. Hiya taqfizu min al-farah. Elle aswaf. Hiya 'inda 'atash. Elle boit beaucoup d'eau. Elle boit beaucoup d'eau. Hiya tashrab al-kathir min al-ma'. Les oiseaux chantent pour elle. At-tuyuru tu'anni laha. Les oiseaux chantent pour elle. Les oiseaux chantent pour elle. At-tuyuru tu'anni laha. Comme on a dit que les oiseaux chantent pour elle. Le lapadoudou reste debout sans bouger. Al-arnaboudoudou baqiya waqifan duna haraka, sans bouger. طبعا le verbe bouger comme on a dit هي تحركة. حلت نتكلم على لو فيرب نوفوار. دودو tu n'as pas été sérieux. دودو انت لم تكن جديا. دودو tu n'as pas été sérieux. Tu as perdu la course. Tu as perdu la course. انت فقدت السباق. المقصود هنا انت خسرت السباق. لوي دي لا شات. لوي دي لا شات. قالت له القطة. Laquelle de ces trois phrases est comprise dans ce texte? إذن ما هي من بين الجمل الثلاث المتضمنة في هذا النص؟ إذن بيان سور سي لا فراز ال اسواف ال بوا بوكو دو
إذا كما عندنا هنا هي عندها عطش هي البوبو كودو هي تشرب الكثير من الماء. Alors la phrase que nous devons retrouver et lire c'est la phrase B. إذا الجملة التي علينا أن نجدها مرة أخرى ثم نقرأها هي الجملة B. هي الجملة B. La phrase correcte c'est la phrase B. Elle a soif, elle boit beaucoup d'eau. إذا الجملة الصحيحة هي الجملة B. Elle a soif, elle boit beaucoup d'eau. Le paragraphe 2, je repère et je lis les mots où je vois où. Je repère. أنا أعلم les mots. تندير واحد العلامة. Je repère et je lis وأنا أقرأ les mots. الكلمات. الكلمات تقدر تكون اسم وتقدر تكون فعل. تنتكلم على كلمة. Le mot. Le mot هي كلمة مذكرة. إذا je lis les mots où je vois. حيث أنا أرى. عندنا voir او جو فوا او حيث انا ارى او اذا غنشوفوا الكلمات وغنقلبوا على هاد او فيما بانت لينا غنختاروا هذيك الكلمه ونعلموا عليها اذا جو بير اي جو لي لي مو او جو فوا او اذا انا اعلم واقرا الكلمات او جو فوا او حيث فيما كانت حيث انا ارى او لو بروميير مو Une poule. Voilà, c'est une poule. Alors, est-ce que je peux repérer ce mot? هل يمكنني أن أعلم على هذه الكلمة? Bien sûr, on doit repérer ce mot. Puisqu'il comprend où, madame أنه يتضمن هذا où. Nous passons au mot suivant. نمر إلى الكلمة التالية. Beaucoup. Est-ce qu'on peut repérer ce mot? هل يمكننا أن نعلم على هاد الكلمة؟ D'abord, est-ce que ce mot comprend O? هل هاد الكلمة تتضمن O? Bien sûr, ce mot comprend O. إذن هاد الكلمة تتضمن O. إذن beaucoup comprend O. Alors, on doit le repérer. إذن سنعلم على هاد الكلمة. Nous passons au mot suivant. Une souris. Alors, est-ce qu'on doit repérer ce mot? Bien sûr, le mot souris comprend O et par conséquent, on doit le repérer. Le mot souris comprend O et par conséquent, on doit le repérer. وبالنتيجة علينا أن نعلم عليه. وبالتالي علينا أن نعلمه. المقصود أن نعلم عليه. Le vélo. Alors, est-ce que le mot vélo comprend O? Bien sûr, le mot vélo, comme nous le voyons, ne comprend pas O. Le mot vélo ne comprend pas O. كلمة vélo لا تتضمن O. On ne va pas le repérer. يعني أننا لم نعلم عليه. Nous passons au mot suivant. نمر إلى الكلمة الموالية rouge يعني أحمر rouge. Est-ce que le mot rouge comprend ou? هل كلمة rouge تتضمن ou? Bien sûr, le mot rouge, comme nous le voyons, comprend les deux voyelles O I attachées. إذن كلمة rouge أنها تتضمن صوتيين O I مرتبطين. Alors, on va le repérer. إذن سنعلم عليه. Nous passons au mot suivant. نمر إلى الكلمة الموالية. Le mouchoir. Nous posons la même question. نطرح نفس السؤال. Est-ce que le mot mouchoir comprend OI attaché? Est-ce que le mot mouchoir comprend O? إذن هل كلمة mouchoir تتضمن O? إذن هل تتضمن OI مرتبطة OI attaché? Comme nous le voyons, le mouchoir, comme on a la كلمة mouchoir, comprend bien sûr O. يعني أنها تتضمن O. Et par conséquent, وبالنتيجة, on va le repérer. Et donc, ça nous allume aller. Elle saute. Est-ce qu'on voit O? Donc, elle saute. هل نرى O في elle saute.
نتكلم هنا عن شبع عبارة إل صوت هي ترتمي. إذن إسكو أون فوا هل نرى أو دون إل صوت إل صوت هل نرى أو في إل صوت بيان سور أون نو فوا با أو دون إل صوت أون نو فوا با أو دون إل صوت يعني أننا لا نرى أو في إل صوت. عندما نتكلم عن جو فوا ليست ك جونتون كما نرى في الأسفل. جونتون المقصود يكفي أن أسمع الصوت بهذا الشكل يكون على الشكل أو حتى ولو لم يكن هذا الصوت مكتوبا بأو إي. هذا هو المقصود بجونتون. طبعا هذا أشرنا له فيما سبق. طبعا هنا نتكلم عن جو فوا أنا أرى يعني علي أن أرى أو إي حتى لو افترضنا بأن أو إي لا تعطي الصوت أو. المهم أن نرى هاد أو إي المهم أن نرى هاد أو إي مرتبطة. هذا هو المقصود ب جو فوا أو افيك إل صوت أون نو فوا با أو إي با كونسيكون أون نو فوا با لو ريبيري وبالتالي لن نختاره. المقصود أننا لن نعلم عليه. إي أنفا أون لا سوب المقصود الحساء لا سوب. ألوغ Est-ce qu'on voit où dans la soupe? Est-ce qu'on voit où dans la soupe? Dans le mot soupe. هل نرى où في كلمة soupe? Bien sûr, on voit où dans le mot soupe. Et par conséquent, on va le repérer et le lire. سنعلم عليه ثم نقرأه. كما عندنا في المطلوب. Je repère et je lis les mots où je vois où. إذن أنا أعلم على ثم أقرأ الكلمات حيث أرى هدء. نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.